السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الملعب اللي طلع عليكم من الأحد إلى الأربعاء. نتواصل معكم في هذا البرنامج الرياضي اللي راح يغطي جوانب عديدة من الرياضة في البحرين وخارجها. في البداية خلونا ناخذكم في جولة في عالم السوشيال ميديا، ولكن بعد هذا الفاصل. التغريدة الأولى من حساب الإعلامي حسين الرازي يقول فيها: في الدوري البحريني المدرب يرتدي قميص بماركة رياضية تختلف عن ماركة قمصان لاعبي فريقه، لا أعتقد أنني شاهدت ذلك في دوري آخر، هل توجد ضوابط لهذه الأمور أو كالعادة مشي حالك؟ التغريدة الثانية من حساب الدكتورة لولو أبو دلامة يقول فيها: سمو الشيخ خالد بن حمد سطر المعنى الحقيقي لمفهوم القائد في بطولة بريف، حيث وقف مع أعضاء فريقه طيلة أيام المسابقة وكان يضمد إصاباتهم بنفسه ويحفزهم بطرق مذهلة، هذا هو الفرق بين القائد والمدير، فالقائد يعمل جنبا بجنب مع الفريق، أما المدير فيكتفي بتوجيه الأوامر. التغريدة الثالثة من حساب فريق بورشة للسيارات الرياضية تقول التغريدة: We are wondering if Bahrain is the only country in the world that has a racetrack on a banknote. You know any other؟ بما معناه أن احنا نتساءل إذا كانت البحرين هي الدولة الوحيدة اللي تملك حلبة سباق على عملتها الوطنية، هل تعرفون أي دولة أخرى؟ عنا ما نعرف. ننتقل الآن إلى البوستات الإنستغرام. البوست الأول من حساب الاتحاد البحريني لكرة اليد يقول البوست: النجم البحريني يحقق فوزه الثاني في البطولة الأسيوية لكرة اليد أمام سيرفس الهندي 38 مقابل 23 هدف. أما البوست الثاني من حساب الاتحاد البحريني للسباحة ويقول فيه: حطم السباح الواعد عبد الله خالد الرقم البحريني في مسابقة 200 متر صدر في الأعمار 13 إلى 14 و 15 إلى 17 والعموم، مسجلا زمن وقدره 2:34 ثانية فاصلة 77 جزء من الثانية. أما البوست الثالث من حساب الاتحاد البحريني للكرة الطائرة يقول البوست: تسجيل اللاعب فاضل عباس في صفوف نادي اتحاد الريف معارم من نادي دار تليب للموسم المقبل. أما الآن ننتقل إلى الأخبار المحلية. معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أكد على أهمية تطوير التعاون المشترك بين الاتحادين الأسيوي والسريلانكي من أجل تحقيق الأهداف والطموحات المشتركة، بالإضافة للارتقاء بمستوى المنتخبات ورعاية المواهب، وذلك خلال لقاء معاليه مع رئيس الاتحاد السريلانكي في العاصمة الماليزية كوالالمبور. حكمنا الدولي نواف شكر الله تلقى دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في ورشة عمل الحكام الدوليين المرشحين للمشاركة في مونديال روسيا القادم، ومن المقرر أن تقام ورشة العمل في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة 36 حكم دولي منهم 6 حكام من قارة آسيا. فريق مركز شباب بقوة تأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس المراكز الشبابية لكرة القدم، وذلك بفوزه على مركز شباب الشاخورة بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد اتحاد الريف، وسيواجه بقوة في نصف النهائي مركز شباب الهملة والذي تغلب بدوره على مركز شباب كرانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في لقاء مثير بدوري زين البحرين لكرة السلة تمكن فريق الرفاع من تحقيق الانتصار على الحالة بفارق نقطة واحدة فقط وبنتيجة 87 نقطة مقابل 86 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 11 من عمر الدوري. We'll be right back.
هذا وتقام في هذه الأثناء على صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة بأم الحصن مواجهة تجمع بين فريقي النجمة والاتحاد، وتشير النتيجة حاليا إلى تقدم الاتحاد ب 66 نقطة مقابل 63 للنجمة. عباس جوادي مع سيد محمد إلى أنتوان، أنتوان أنتوان ثلاثية غير ناجحة، وشوف وخطأ على علي، علي عبد الكريم خطأ شخصي. قاسم حسن لمحمد بعلاي اللي يقوم بمهمة صانع الألعاب للاستفادة. أسدل الستار على منافسات النسخة 31 من بطولة البتروكيماويات المفتوحة للتنس، والتي نظمها نادي البحرين للتنس بتميز واقتدار كبيرين على ملاعب النادي في الجفير. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل عادل حسن. من أكثر الرياضات الفردية متعة كرة المضرب كانت ولا تزال موجودة في مملكتنا، فنادي البحرين للتنس نظم بطولة البتروكيماويات 31 المفتوحة بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة. والله السنة هذه البطولة أول شيء أنه كان في عدد المشاركين فيه من اللاعبين ولاعبات بلغ يعني أعداد قياسية، تكلم عن 200 لاعب ولاعبة شاركوا في البطولة هذه، ومثل ما تفضلت كان التنافس جدا يعني قوي وشديد بين اللاعبين، والعنصر النسائي كذلك لعب في هذه البطولة، والعنصر الرجالي متواجدين في البطولة بقوة. بالنسبة حق هذه الدورة اللي تميزت فيها أعداد الفتيات أيضا بالنسبة للفردي والزوجي فوق الأعوام السابقة. الحمد لله نهنى نادي البحرين للتنس على هالتنظيم الرائع والمستوى الراقي والرائع جدا لهذه البطولة. احنا نفتخر ان شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من الداعمين المستديمين لهالبطولة، صار لنا 31 سنة الان في بطولة باسم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. كوني نائب رئيس اتحاد التنس بنواصل في تشجيع ودعم التنس في النادي نفسه وفي النوادي الثانية إن ممكن هي تشجع وتعرف لعبة التنس في كل المحافل. بطولة طغت على أجواءها الندية والتنافسية بين المشاركين لتخرجها بصورة جيدة. هذه البطولة من أحسن البطولات تقريبا، يعني تقريبا من أقل يعني من قليل البطولات، لكن هاي من واحدة من أفضل البطولات الموجودة، تجمع الكل، شفت الرواد اللاعبين العادي يعني كل من موجود في البطولة. البطولة دي إذا واحد يلعبها كل يوم كل سنة كل شهر فيتطور بروحه، فإحنا نتمنى يعني في البحرين يسوون وايد هالبطولات عشان اللاعبين البحرينيين يتطورون أكثر وأكثر. يعني كان فيها منافسات وايد قوية يعني، فالحمد لله قدرنا نحقق مركز حلمي. تنظيم رائع ومشاركة متميزة أعطت النجاح للبطولة اللي تعتبر الملتقى لمحبي كرة المضرب. ولتسليط الضوء أكثر على بطولة البتروكيماويات للتنس، معنا في الاستديو السيد خالد ناس عضو مجلس إدارة نادي البحرين للتنس رئيس لجنة النشاط الرياضي. أهلا ومرحبا فيك في الملعب سيد خالد. مرحبا فيكم ونشكركم الاستضافة في البرنامج متميز. حياك الله. طبعا في البداية نحب نبارك لك نجاح البطولة، كيف شفتوا ردود الأفعال من بعد انتهاء؟ والله ردود الأفعال كانت ممتازة وبينت طبعا بالمشاركة، مشاركة اللاعبين اللي تعدت 200 لاعب، اللي هذه طبعا لأول مرة السنة هذه يوصل عدد اللاعبين إلى أكثر من 200 لاعب، وبينت طبعاً في الحضور الجماهيري اللي وازت حتى البطولات الدولية. شلون شفتوا مستوى التنافس كان بين اللاعبين؟ والله مستوى التنافس كان ممتاز جداً جداً. ليش؟ الله يسلمك، لأن بعد من زود ما كانت هذه البطولة مرغوبة
كانت يعني مشاركات لنا من دول خليج اخرى، يعني مثلا عندنا لاعبين منتخب السعوديه عاونونا او شاركونا في هالدوره، ولاعبين منتخب من عمان شاركونا في هالدوره، بالاضافه الى جنسيات اخرى طبعا بمستويات عاليه. يمكن مثل ما شفنا في التقرير ان البطوله صار لها اكثر من 30 نسخه، يعني اي نعم. كم سنه صار لها بالضبط؟ 31 سنه. وطبعا والراعي الاساسي حق هاي البطوله هو شركه الخليج للبتروكيماويات، ومعانا في هالمشوار لمده 31 سنه ما شاء الله. ايش اللي يعطي هالاستمراريه البطوله؟ والله نجاحها المستمر، وطبعا صقل المواهب، والبحرين تحتاج طبعا مثل هذه البطولات المفتوحه على اساس ان تبرز المواهب المخشوشه وتطلع طبعا في منتخبات المستقبل ان شاء الله. شلون لاحظت مستوى تطور البطوله من البطولات السابقه الى هذه السنه؟ والله مثل ما قلت الله يسلمك، لاحظنا العدد المشتركين زاد، ولاحظنا مشاركات خارجيه، وهذا اللي بين ان البطوله ناجحه والبطوله مرغوبه. يمكن خلينا نتكلم شوي عن دوركم في نادي البحرين للتنس، نتكلم عن نشاطكم ودوراتكم التدريبيه اللي في النادي اللي تقيمونها للاعبين من اجل اكتشاف المواهب وتطوير اللعبه في البحرين. والله احنا في نادي البحرين للتنس طبعا نشاطاتنا كثيره وتختلف وتشمل كل الفئات، منها فئات الناشئين والفئه النسائيه، وطبعا وفي تدريب حق الاعضاء. وطبعا احنا نحاول نركز طبعا، او هدفنا الاساسي من هذه الانشطه التركيز على فئتين حاليا، هي خلينا نقول العنصر النسائي. خصصنا طبعا لجنه نسائيه خاصه عشان تهتم بهذه الانشطه اللي تخص العنصر النسائي وتطويرها، وبالمستقبل ان شاء الله نتمنى ان نشوفهم في افرقه ويكونون جزء من المنتخب ويحققون انتصارات باذن الله. عندكم مدربين عالميين يشرفون على تطوير اللاعبين موجودين؟ عندنا طبعا مدربين اجانب حاليا، بس احنا نحلم ان يكون عندنا مدربين عالميين ذو خبره طبعا عالميه. طبعا مع هذه الخبرات نقدر نستفيد منها بتطوير مستوى لعبه التنس عندنا في البحرين. احنا في الايام الماضيه كنا نستضيف الالعاب اللي نقول عنها الجمهور ما يتوجه لها بشكل كبير، يمكن لعبه التنس من الالعاب الجماهيريه في العالم، لكن اللاعبين ما يتجهون لها، شلون انتم تكتشفون المواهب في النادي؟ والله الله يسلمك، احنا نتمنى طبعا مساعده وزاره الشؤون الشباب والرياضه والاتحاد البحريني للتنس، وبالعكس ابدوا هذين الاثنين الطرفين الاثنين في مساعدتهم فينا ان شنو ان احنا نكون برامج للموهوبين، وطبعا بهالبرامج طبعا نكون لهم تدريبات خاصه على اساس ان شاء الله يبرزون في المستقبل في الرياضه، واحنا طبعا في شراكه مع هذه الجهتين، وبتشوفون ان شاء الله النتائج على نهايه 2018. هذه البرامج لفئات عمريه محدده؟ والله هي تشمل كل الناشئين من تحت من سن 8 سنين طبعا الى 18 سنه ان شاء الله. ماذا عن التواجد النسائي في النادي، الى اي مرحله وصل؟ والله حاليا بالعكس احنا فخورين بشراكتنا مع الاتحاد البحريني للتنس بتكوين ورش مجانيه للعنصر النسائي، وبعد نكون دورات تدريبيه حق العنصر النسائي وخاصه البحرينيين عشان يبرزون بهذه الرياضه. واحنا طبعا في شراكه مستديمه مع الاتحاد البحريني للتنس عشان نطور مجال العنصر النسائي في التنس. يعني في مشروع لصناعه ابطال في المستقبل البحرينيين في لعبه التنس؟ باذن الله باذن الله. اي نعم. لو نتكلم عن زياده وعي الناس بلعبه التنس، يمكن بالامس كانت لعبه المبارزه اطلقوا فكره ان يلعبون لعبه المبارزه مو داخل صاله مغلقه، في مجمع مفتوح. أيوة. فهذه كانت من الافكار اللي نشر وعي اللعبه. أيوة. في نادي البحرين للتنس هل هناك افكار مختلفه نقدر نقول عشان تنشرون وعي لعبه التنس عند الناس؟ والله واحده من الامور اللي قمنا فيها في نادي البحرين للتنس اللي بثينا ملاعبنا الرئيسيه لايف على موقع النادي، فأي شخص يقدر يدخل على موقع النادي ويشوف مبارياتنا ونشاطاتنا من حول العالم. بس تشوف شعبية التنس في البحرين جيدة حاليا؟ والله للأسف لا، بس نتمنى أن تزيد. طبعا هذه لازم يكون فيها شراكة ما بين الإعلام ويا طبعا رياضة التنس بشكل عام. طبعا أنت تشوف هالأيام طبعا التركيز يكون على بعض الرياضات الشعبية، والتنس اتوقع اذا زاد البث حق المباريات والبطولات المستمره عندنا
بتزيد شعبيتها باذن الله. يعني تعتقد شعبيتها مرتبطه بالنقل التلفزيون للمباريات؟ اكيد اكيد. ان شاء الله احنا ما راح نقصر معاكم، لكن اذا البحرين استضافت بطولات دوليه في اللعبه، هذا الشيء راح يزيد وعي الناس او حبها للعبه؟ اكيد اكيد طبعا طبعا. هذه الامور تحتاج، خلينا نقول اذا نوصل حق هالمستوى نحتاج طبعا ملاعب مركزيه، نحتاج دوريات محترفه، والملاعب طبعا المركزيه هذه هي اللي تستقطب الجماهير وهي اللي يكون لها دور مهم في استضافة هذه البطولات العالمية. يمكن نطالع في بعض الدول اللي تستضيف بطولات ودية دولية على مستوى لعبة التنس. نعم. حضور لاعبين كبار في التنس مثل روجر فيدرر، نادال، جوكوفيتش. صحيح. لما يكونون يلعبون قدامنا هذا الشيء ممكن يخلي اللاعبين الصغار يحبون اللعبة ويتجهون لها. طبعا طبعا اكيد اكيد، بس مثل ما قلت الله يسلمك، نحتاج ملاعب مركزية اساسا تستقطب هذه البطولات. وبإذن الله احنا في خطوة خلينا نقول بدائية في نادي البحرين التنس، بإذن الله على السنة الجاية بيكون عندنا خلينا نقول استاد يكفي ل 500 مشاهد، وهذه بداية جيدة، بداية ممتازة طبعا، وبنستفيد فيها عشان نشر لعبة التنس. ففي خطة مستقبلية يعني لتطوير. بإذن الله بإذن الله. وطبعا نهاية بغيت أشكر جلالة الملك طبعا اللي أمر لنا بملعب مركزي بمستوى عالمي اللي يستضيف مثل الأشخاص اللي قلتهم اللي هم روجر فيدرر ونادال. طبعا كلها خطه مستقبليه نتمنى نتبلور ان شاء الله. حاليا في دوريات متخصصه للتنس بالنسبه للاعبين الفرديين، مو نتكلم على الانديه. اي نعم، عندنا طبعا دوري يقوم به الاتحاد البحريني للتنس، بس نتمنى طبعا انه يكون شويه اقوى ويشمل نوادي البحرين الكبيره اللي بامكانيتها ان تستضيف لعبه التنس عندها من ضمن برامجها. فعندنا مثل ما قلت لك الدوري هو بس يمكن شوي يكون اجتماعي اكثر من يكون محترف. احنا نتمنى نضيف الاحترافيه فيه ونضيف اللاعبين المنتخب فيه على اساس انه يكون يعني المنافسه تكون فيه يعني بصوره عاليه. والدوريات على مستوى الفريق الاول وعلى مستوى ايضا الفئات. اي نعم اي نعم اي نعم. لكن نقدر نقول الان اللاعبين اللي يبون ودهم يلعبون لعبه التنس، نعم، وين ممكن يروحون؟ والله في عندكم نادي البحرين التنس نفسه، عندك اتحاد البحرين التنس، عندهم برامج مختلفة، واحنا طبعا في شراكة مستديمة في تطوير واستقبال اي شخص حابب انه يتعلم اللعبة. احنا نتمنى لكم طبعا كل التوفيق، وشكرا لك على تواجدك معنا سيد خالد ناس عضو مجلس إدارة نادي البحرين للتنس، حياك الله معنا مرة ثانية. اشكركم اشكركم. شكرا لك. سارة سماك أول بحرينية تحصل على الشهادة الاحترافية من المؤسسة البريطانية للدراجات الهوائية، كما أسست السماك مجموعة سايكلينج بيس في البحرين. الزميلة بسمة عبدو تواجدت منذ الصباح الباكر وتواجدت معهم في التدريبات، خلونا نشوف هذا التقرير. Cycle from Saturday on Saturday morning. We start at 5:30, 6 o'clock, depending on the weather. And every week it's a different route. There are times where we start from Sar, we end up in Zallag. There are times where we start in Sar, we end up in Maharrag. We start completely different routes all the time. And it's actually quite exciting because you get to explore the inner routes of Bahrain. And it's not repetitive and it's not boring at all. في سايكلينج بيز نطلع برا، نروح قرى ومناطق جديدة. كل أسبوع الروت مالنا يختلف عن الأسبوع اللي قبله، ففي مناطق إحنا كبحرينيين ما شفناها من قبل، قرى وحياة، مزارع، ثقافات مختلفة. اكتشفت ان في ثقافات مختلفة في البحرين مع ان البحرين صغيرة، وهاي الشيء وايد حلو.
inspired by them and they also make me, they encourage me and I work harder and I push myself. يعني أحيانا ممكن ساعات الطريق يكون طويل وما نقدر نخلص بس I look at them يعني they encourage me to push myself harder. أشوف ناس فان أسولف وياهم في يعني التارجت الروح علشانه يعني سايكلينج في الجيم ملل لأن تحس روح جهبلة بس كذي قاعدة سايكلينج فيعني وايد أحبه مو بس عشان السايكل بعد عشان الناس الموجودين هناك. تعرفت على السايكلينج بيز من الانستغرام طبعا لأن هوايتي فانضميت إلى سارة تقريبا صار لي شهرين معاها ومن ضمن الصعوبات اللي نواجهها لما نطلع بالشارع في بعض السيارات ما قاعدة تتعاون معانا تتعمد ان مثلا تكون عند السيكل بالضبط احنا نحاول كثر ما نقدر ان نتفاداهم وفي عندنا اشارات تعليمية على اساس ان حتى السيارات مثلا اللي جاية من بعدنا ان تفهم احنا رايحين يمين او يسار. للحديث أكثر عن مجموعة سايكلينج بيز يسرنا أن نستضيف مؤسسة المجموعة سارة السماك حياك الله معنا في البداية. مرحبا مرحبتين. طبعا مثل ما شفنا في التقرير أن الفعالية تكون هي فعالية مثل ما نقول لمة وطلعة كثر ما هي رياضة أيضا. صح طلعتنا إحنا عادة نطلع كل سبت نحاول نختار أماكن مختلفة. الهدف من المجموعة أن إحنا نشجع رياضة السيكل حق البنات. وايد من البنات منشغلين بحياتهم العائلية فإحنا عأساس نشجع لهم نختار كذا مرة مكان مختلف ونخلي في الوسط الحين جو حلو فمثلا نسوي قاعدة كرك فنوقف محل كرك نخليهم يشربون كرك ومثل ما شفتوا عادة إحنا نسوي الجمب شوت معروفين إن في كل مكان نروح لازم نصور جمب شوت وطبعا الجمب شوت لازم تصير فيها ضحك لأن هي واحدة فوق واحدة تحت يمين يسار والناس اللي يطيحون فهاي نوع من الادينج فان مثل ما يقولون المرح في المجموعة عأساس يتشجعون يركبون رياضة وأسبوعياً وخمسة ونص الصبح فهاي مثل ما يقولون ارتباط كوميتمنت إن البنات يقعدون خمسة ونص الصبح it's an achievement إن يتشجعون حق الرياضة يعني ما شاء الله في مثل ما نقول خطة لليوم كامل تكون عندك أي خطة يعني تأخذ الرحلة على التان ساعتين ثلاث ساعات فيها وقفات ننطر الناس البطيئين عساس ما يحسون إن هم أوه صاروا وراء ويانا السيارة دائماً إذا صار تعبوا يقدروا يركبون السيارة فيها ماي بارد على التان يعني حلو حق الصيف يعني وفيها الإسعافات أولية إذا صار شيء ولا شيئات يعني فموجودين يمكن قالت واحدة من البنات إن إحنا نشجع بعض لو واحدة تأخرت على المجموعة حتى المجموعة تتأخر كلها على أساس إن تدعمها إيه أنا عادة أنا أحب أشجع الناس اللي أول مرة ينضمون لنا فلما ينضمون لنا أحاول أخلي ذاك اليوم نسوي شوي مايلش شوي أكثر فمثلا عندي واحدة كانت جاية عندنا وكانت تقول أوه ماي جاد أنا زوجي ناطرني بالتليفون قال ترى أنا ناطرش إذا صار أي شيء خبريني يعني كده لا تحاتين ترجعين بتقول حق رأي ليش أنا سيكل هالمسافة وما أقول لهم مش قد المسافة لأن من تقول لهم الرقم يقول بال إحنا بنسأكل 40-50 كيلو كده لا أنت أول مرة لكن مع الاستراحات بتشغل عدل بتخلصينها مع الجروب طلع الجمعية تشجع دائما صح فهذا الهدف ما نحن نشجع بطريقة حلوة من غير ما يحسون نقص عليهم في المسافات نقول لا خلينا نروح نوقف البحر اللي بعده عصاص نقطع 5 كيلو زيادة و5 كيلو في الردة يصير 10 كيلو يسوون 50-60 كيلو من غير ما يحسون فيها إنجاز حلو طبعا تفكرين أنت في الإنجاز دائما طبعا بس ليش اخترتي الدراجات الهوائية بالتحديد أنا صار لي 10 سنين أسيكل في البحرين على دراجات هوائية بديت لما كان ما في أحد يسيكل كنت أسيكل ويا جانب ما أسيكل البحرينيين أخاف منهم عساس أحد يعلق يقول أوه بحرينية وعلى حجاب وعلى سيكل فالحمد لله شوي شوي قمت أتشجع قمت أسيكل وسط البحرينيين بس الحين حسيت إن إحنا نحتاج جروب بنات إن يطلعون مع بعض ودائما يخافون يستحون فلما يكون بس بنات يتشجعون أكثر يقول ما في صبايا ما حد يطالعنا ما في ولا شيء وفي سيارة ورانا إذا استحينا نقدر نركب فيها الحين يعني شلون تشوفون تفاعل المجتمع معاكم لما تشوفوا جروب بنات طالع على سايكل وايد يستانسون يعني خاصة يعني الشباب يعني يطوفون يعني كذا سيكل كذا بنية يتشجعون على هالموضوع وايد يعني فالحمد لله أحس يعني إحنا قاعدة ننشر الرسالة بطريقة حلوة لأن تشوفنا في المحرك تشوفنا في المنامة سوق المنامة دشيناها تشوفنا
في الحد. يعني اتذكر في واحد شافنا عند زنجباري مال الحاله، بعدين شافنا في عراد يقول بوه انت وين شايفكم هناك؟ فيعني تشجع انه شاف انه مجموعه يعني بنات تقدر يسوون هالمسافه، فهي شيء حلو يعني. بالعكس شلون فكرتي في تاسيس المجموعه سايكلينج بيز؟ سايكلينج بيز بدات انا وجانا اللي شفتوها في بدايه التقرير. نعم. كنا ندرب حق مسابقه الرجل الحديدي ايرون مان العام، فكنا احنا عيارين كل مره نشوف سبوت حلو قلت تعال خلينا نصور هنا، تعال خلينا نوقف هنا. فبعدين شفنا ان احنا نسوي بوستادم على انستغرام انه اوه عندنا يوم واحده جديده نيو فيكتيم نسويها نسميها ضحيه، لان ننقص عليهم نوديهم مسافات. فبعدين شفت الناس انه يبون يقولوا تعالوا خلينا نصير انا بنصير ضحاياكم، احنا بعد نبي نيو وياكم على السيكل. هنا تكونت المجموعه يعني وقلنا سميناها سايكلينج بيز. يمكن انت تكلمتي عن موضوع مهم الايرون مان اللي راح تكون في السبت المقبل ان شاء الله في البحرين، راح تشاركين في البطوله؟ لا راح اشجعهم ان شاء الله. بس ما شاركتي فيها من قبل؟ بلا شاركت فيها للعام، احلى مسابقه يعني لان تنظيمها عجيب وايد وايد حلوه، تمشي على الهاي واي وما في سيارات، احلى احساس. فيعني يكون الجو مناسب لممارسه الرياضه بكل اشكالها، الجري والسباحه والسايكلينج لعبه المفضله. سايكلينج. طيب لا نتكلم عن مجموعه سايكلينج بيز، في شروط معينه للانضمام للمجموعه؟ لا مجموعتنا مفتوحه للجميع، حق البنات طبعا لازم تكون بنيه على اساس تنضم لنا. يكون عندك سيكل، السيكل مالك يكون رود او هايبريد. ما عندك سيكل احنا ناجل سياكل بعد على اساس نوع من التشجيع، لان في وايد بنات يقول احنا ما نبي نشتري سيكل على اساس ممكن توفرون، فاحنا نوفر لهم يعني يأجرونها مبلغ رمزي يعني 5 دينار بس على اساس بس انه يجون، فالهدف مالنا. والبنات اللي يمكن الحين يسمعون ويتحمسون يبون يركبون السايكلينج او يمارسون هذه الرياضه، أي وين ممكن يلقونكم؟ يلقوني على انستغرام سايكلينج بيز او يلقوني على ماي انستغرام ساره سايكلست. واذا ما يعرفون يركبون سايكل انا ادربهم. ما شاء الله شيء حلو. مثل ما شفنا طبعا تطلعون في شوارع عامه في مناطق على الهاي واي مثل ما نقول على الجسر، هالشيء ما شكل خطوره عليكم؟ لا هو اذا تتبع خطوات السلامه على الشارع احنا دائما نقولها في البدايه، دائما نقولها مثلا احنا هالروت راح نطلع فيه فلازم نكون اثنين مع بعض، في بعض المناطق لازم واحد، فنعطيهم الاشارات في البدايه اوكي، ويانا السياره بعد ورانا اساس تحمينا من السيارات، اذا احنا نمشي كمجموعه ورانا سياره هي تخفف تعطيهم السيجنال الدبل سيجنال على اساس تقول لهم ترى في ناس قدامنا سياكل. شنو الصعوبات اللي تواجهكم في الرالي؟ اكثر شيء ان احنا مجموعه بنات ومجموعه مختلفه القدرات، فعلى اساس ان كلنا نمشي كمجموعه هاي اكبر يعني تشالنج، بس الهدف مالي ان انا اشجعهم ما احسسهم انهم متاخرين، فهاي التشالنج الوحيد اللي وايد ناس ينتقدوننا فيه، بس اقول لهم يلا يودوا مبتدئين جمعوهم حاولوا تجمعونهم تشالنج، لازم في البدايه شوي 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 يتقربون. تحددين روت كل اسبوع مختلف بنفسك والله بمشاركه البنات معك؟ عاده انا ودانا نتناقش يعني، وفي نفس الوقت في ليله نتناقش شنو نلبس على اساس احنا معروفين دائما ماتشي ماتشي، معناته دائما نضبط روحنا نفس اللباس نلبس يعني. تتبعون استراتيجيه معينه مثلا كل طالعه تزيدون المسافه والله تتبعون مسافه معينه؟ هاي المفروض سر يعني ما اقولها بس لان كنا احنا طالعين من موسم الصيف كانت المسافات صغيره بس كنا نحط فيها تكنيكس، حاليا الحين لان صار نهار قمنا نزيد المسافة، أحاول أزيد لهم لا إرادياً من غير ما يحسون، فكل مرة نحاول نقص عليهم يعني. الحين أنت تقولين كذي البنات اللي دائما يسمعون ما بيون أنا برخل على مسافة طويلة على طول. فضحتني لا لا لما يكونوا في مجموعة يدات أحاول أخليها شوي قليلة وأقول لهم تقدر تركبون السيارة، فأحاول يعني نشجعهم قد ما نقدر يعني. يمكن سمعنا انك حصلتي شهاده احترافيه من المؤسسه البريطانيه للدراجات الهوائيه، كلمينا اكثر عن هالموضوع. في مؤسسه بريطانيه مثل ما تقول الدراجات الهوائيه اسمها بريتش سايكلينج، تعطي دورات حق ان الواحد شلون يكون مدرب، شلون يشرح اساسيات السيكل ببساطه، يعني تجود لك واحد مثلا بنيه مو راكبه سيكل، ما تعلمت، متفشله تقول انا عندي وايد مواقف يعني بنات كنا يقولون احنا جايين حولوا قطونا على سيكل من فوق مرتفع بخ وطاحوا، فعندها مواقف سيئه في هالموضوع. فهاي المؤسسه تشرح لك شلون ممكن تبسط موضوع السيكل، شلون الطريقه المثلى للتدريب، ان كل شيء لها يعني هي صدق والناس يقول اركب سيكل وخلاص، يعني لا ليش الواحد ما يتعلم شلون يلف عدل، شلون يود السيجنال يعطي السيجنال عدل، شلون الاجراءات على السيكل، شلون ممكن يزيد من سرعته على السيكل، فكل هالاشياء البسيطه واحد يعلمك. فانا رحت يعني رحت اتوي راح بريطانيا لندن،
فخذيت الشهادة والحمد لله. يعني يمكن اللي يسمع يقول يعني ليش يخليها، شو اللي يخليها تروح تاخذ شهادة في السايكلينج مع ان السايكلينج يمكن شيء كل من يعرفه، بس شو اللي خلاش تاخذين شهادة بالضبط؟ لان انا بديت الناس يرجعون لي ادربهم شلون يركبون سايكل، فانا احب اعرف ان الواحد يحب انه يكون اذا انت عندك شهادة تعرف ان انت يور كواليفايد، معناته عندك الخبرة. الخبرة صح بس الشهادة في مكان ثاني بعد. فحبيت اكمل خبرتي على السيكل، انا صار لي من 1999 اركب سيكل وبديتها في كندا، فلما رجعت البحرين صار لي تقريبا نقول فوق العشر سنين انا اركب السيكل. فالواحد صح انت عندك خبرة عشر سنين، لكن لما تقولي انا رحت تعلمت بعد ان في اشياء انت تسويها بالفطره، تركب سيكل بس قد مره فكرت انت وين تحط ريولك على البدل، وين مثلا شلون تحط ريولك لما تلف مثلا، هاو مثلا لما تسوي اليوتن شلون تسويها، هالاشياء اللي احنا عندناها بالفطره مو كل من عندها، شلون توقف على السيكل، فاشياء بسيطه نساعدهم فيها. حاليا تسوين دورات تدريبيه للبنات؟ اي حاليا اسوي دورات تدريبيه عن طريق السايكلينج بيز بعد، فاسوي دورات انه شلون خلال يومين وساعتين في اليوم يركبون سيكل. فالبنات اللي يقولون احنا ولا ما ركبنا ما يصير كده، بلا انا الهدف مالي انتو يتيون وتتعلمون سيكل. تو امس كان عندي مجموعه حلوه ما شاء الله عليهم تعلموا السيكل، صدموني خلال ساعه انا زك اوكي. فيعني ان احنا شنو الهدف مالنا في الدوره مالتي، ان اخليك يو ديسكفر يور بالانس، التوازن موجود عند كل شخص بشكل مختلف، انت غير انا غير، انا اعطيك التكنيك ان انت تكتشف التوازن عندك بالطريقه، انا موجوده، انت يمكن تحب الجير يكون ثقيل، في ناس ثانيه لا يحبون الجير يكون خفيف، فانا موجوده هنا على اساس اشرح لكم، اطالع انت شنو اي نوعيه رجول عندك، واي نوعيه انت تحب تقعده، وشلون تنطلق اسهل، نسويها ونشجعكم. يمكن في كل مجموعه تصير دائما الفيرست فولور هو المهم، يعني انت كانت عند اشدانه هي الفيرست فولور، لكن شلون نشرتي المجموعه الى حجم اكبر؟ الحجم الاكبر ما شاء الله سبحان الله السوشيال ميديا الانستغرام، يعني بوستاتنا، لان انا عندي فولورز هي عندها فولورز، كنا نحط يعني تعرف الروح المرحه في الجروب، تعرف نحط على بعض مثلا، او مثلا لما نصيد احد يعني نحط عليه، هاي مثل ما يقولون ايزي جوينج، انت بسيط، انت تحب تمرح، تحب تسوي هالجمب شوت، نقول لهم يلا هاي كايند اوف ذا ورك اوت، يلا نطه او سوي سكوات، هاي اعتقد الجانب المرح اللي عندنا، ونحب نصور لان البنات يحبون يصورون، ادري هالشيء يعني، فكل مره يروحون يصورون سيلفي، فلما نسوي لهم كذي وايد يستانسون، فاعتقد هاي اللي خلانا نجذب الناس. قاعده تلاحظ ان في المجموعه في الفتره الاخيره المجموعه قاعده تكبر بشكل اكبر؟ اي خاصه الجو حلو، يعني من الجو تعدل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، في وايد بنات جدد عندنا، حاليا احنا يعني مثلا احنا بدينا كنا اثنين، بعدين طولنا لعشرة، حاليا احنا قريب العشرين، يعني كل سياره كل مره 20، واعتقد اذا زدنا لازم بنزيد سياره ثانيه ويانا ان شاء الله يعني. بس هاي يمكن بعد تحدي بحد ذاته، لان الحين البنات اكثر، لان الجو حلو مثل ما قلت اي، يمكن احنا الجو في البحرين يمكن راح يتم ثلاث شهور او اربع شهور بجو حلو، لكن بعدين راح تقل المجموعه، هاي تحدي كبير بالنسبه لكم. بس احنا بدينا سنه، صار لنا سنه، فتخيل ما وقفنا حتى في الصيف ولا في رمضان، لان شنو الواحد يعدل البرنامج ماله، فبدل ما احنا نطلع الصبح واحنا صايمين طبعا، شنو سوينا؟ سويناها في الليل وسويناها فتره اكثر وتكنيك اكثر، فنخليناهم يتدربون على التكنيك مالتهم، نفس الشيء حق الصيف، كنا نسوي طلعاتنا في الليل، الكوفي شوب مالنا طبعا ما في، انا ما تقدر توقف نص الشارع، الروت مالنا سويناها سيفر، ما رحنا القرى، ما رحنا مثلا المحرق لانه بيكون زحمه، رحنا الزلاق، ورحنا مثلا شيخ ناصر القدره اللفه مالته، بصراحه شكرا على هاللفه، يعني الكل يستانس فيها، فحلو واحد يقدر يقطع 10 كيلو لفه لفتين وبعدين يرجع مثلا يشرب له كوفي يعني في مكان من الكوفي شوبات اللي موجوده الحين في الزلاق. يعني طلعون حتى على تراك رملي؟ لا احنا نطلع على اكثر شيء على الشارع، لان سياقنا رود وعندنا هايبريد، الرملي مو الحين يمكن بعدين لان اكيد اصعب الرملي طبعا. الرملي غير، لان سياقنا غير، انا احب السرعه، فيعني كنت ادخل سباقات فدائما احب السرعه، فاحب اللي يعني عياره، فاحب ان انضم لي اخليهم كلهم يروحون على الرود بايك يعني. طبعا في النهايه شنو طموحك بالنسبه لي، طموحك المستقبلي بالنسبه لمجموعه سايكلينج بيس؟ ان شاء الله راح نشارك في اماكن ثانيه في دول ثانيه، في عندنا خطه انا ودانا حاطينها للسايكلينج بيس، شوي نقول لهم ان شاء الله ما افضح روحين في المقابله يكتشفون ان احنا حاطين لهم احنا نبي نعرف هذه الخطط المستقبليه بس لا ان شاء الله راح نسوي زيارات حق دول مجاوره
اوكي حلو. وراح نقابل مجموعات ثانيه عندها نفس الهدف، وراح نسوي ان شاء الله سباق كامل كمجموعه بنات، لكن الهدف مالنا احنا وناسه اكثر ما هي يكون سباق. حلو. طبعا ساره سماك مؤسسه مجموعه سايكلينج بيس، شكرا لك على تواجدك معنا اليوم، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشاهدينا مثل ما عودناكم وللسنة الثانية على التوالي فقرة تجربة رياضية، واللي من خلالها نعرض لكم تجربتنا مع إحدى الرياضات في مملكتنا الغالية. خلونا نشوف زميلنا أحمد محمد شنو جرب هالأسبوع. مرحبا فيكم متابعينا الكرام في فقرة تجربة رياضية، ثم تابعونا احنا اليوم في مركز غزوان للفروسية، ورياضتنا لهالأسبوع راح تكون الفروسية اللي راح نتعرف عليها أكثر من خلال هذا التقرير. أعزائي المشاهدين معنا فارس غفص الحواجز كابتن سامي غزوان، نرحب فيك كابتن. أهلا مرحبا بك وأهلا فيكم كابتن. لو تعرفنا شوي عن قوانين لعبة الفروسية. والله الألعاب الفروسية طبعا فيها كذا لعبة، اللعبة الرئيسية أنا بالنسبة لي هي لعبة غفص الحواجز، في ألعاب ثانية، لعبة السباقات السطحية القصيرة، سباقات القدرة، لعبة فن الترويض، لعبة البولو، يعني لعبات الفروسية الآن بعد في طلعت لعبات جديدة، فالعدد كل ما يلي يوم عن يوم قاعد يزيد. كابتن بس لو تحدثنا عن الفرق بين لعبة جمال الخيل وبين غفز الحواجز. طبعا كل لعبة في هاي لعبات فن الخيل لها خصوصياتها، يعني غفز الحواجز مثلا فيها حواجز، فيها تدريبات مختلفة جدا عن جمال خيل عربي. جمال خيل عربية هي إظهار الحصان العربي وجماله، بما معناه المدرب أو خلينا نقول العارض يشتغل على إظهار جماليات الحصان، عضلاته، الشكل الخارجي، عملية الحركة، الخباب، الجري. قفز الحواجز لا، فيها فنيات، يعني يمكن قفز الحواجز أنا أعتقد أن هي أصعب رياضة في مجال الفروسية. أعزائي المشاهدين خلونا نخوض التحدي ونجرب اللعبة. وبكذي مشاهدينا الكرام وصلنا لختام فقرتنا لهالاسبوع، نلقاكم في الاسبوع القادم مع تحدي جديد ورياضة جديدة. شكرا لك احمد محمد. من بعد مغامرات الاسبوع اللي طاف كنا ننتظر نطيح من الخيل في النهايه والله شيء، لكن الحمد لله يا سليمه. دائما نركز على الاشخاص المبدعين في المجال الاعلامي تحديدا في مواقع التواصل الاجتماعي. معنا في الاستديو فريق عمل حساب سباي سبورت، الاستاذ علي الليث والاستاذ علي ثامر، حياكم الله معنا. الله يحييك. طبعا في البدايه علي لو نتكلم عن حساب سباي سبورت، متخصص في كره الطائره بالتحديد، ايش معنى كره الطائره؟ بالاخص ولم بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة البحرين الرياضية على إتاحة هذه الفرصة لنا كأشخاص إعلاميين في حسابات التواصل الاجتماعي. بالنسبة إلى كرة الطائرة ليش؟ لأن احنا أبناء اللعبة، احنا يعني موجودين في قرية اللعبة الأم هي لعبة الكرة الطائرة، ومن يوم احنا صغار ربينا على لعبة الطائرة، يعني نشوف دائما نروح الصالة الرياضية في الجفير على يوم الجفير نتابع كرة الطائرة. فمن خلال متابعتنا إلى حساب اتحاد الطائرة وخلال كلام يعني الجماهير ومطالباتهم بنقل جميع المباريات كرة الطائرة، وهذا أكيد يعني احنا من خلال عملنا عرفنا أن هذا الشيء شوية يكون يرنو إلى يكون شوية صعب، فاحنا حاولنا نغطي أو نقول احنا نعمل على قولتنا مو من الصفر، نعمل ما وين وصلت ليه القناة البحرين الرياضية، نبدأ من حيث ما انتهت، من حيث ما أن هي وصلت إلى علقوتهم نبدي منه. فابتأينا أن لعبة الكرة الطائرة شفناها شوية يعني بالنسبة إلى الألعاب الجماعية الثانية أقل اهتمام إليها، فإحنا نشوف روحنا في هاي اللعبة، نشوف روحنا
خلاص احنا الكره الطائره قدامنا من يوم احنا صغار. نعم. فمن كذي احنا اخذنا اللعبه الطائره كلعبه يعني اساسيه الى حسابنا. طبعا علي ثامر، يمكن لو نتكلم عن الحساب، هو فعلا حساب مميز. شلون جت فكره انشائه وليش سباي سبورت؟ معنى الاسم؟ اولا شكرا على الاستضافه. بالنسبه للاسم هو يرمز، يعني هو اختصار الى مسمى معين، يمكن اخوي علي هو اللي صرح فيه. اي يكون افضل. شلون جت فكره انشاء الحساب؟ فكره الانشاء يعني جات يمكن من داخل، خلينا نقول اللجنة الإعلامية في نادي دار الكلب. من هناك احنا انطلقنا إلى فكرة إنشاء حساب مستقل يغطي الفعاليات خصوصا كرة الطائرة، بس هو أشمل يعني من كرة الطائرة. علي الحين لازم نسألك، سباي سبورت معنات الاسم؟ احنا حطينا جملة تسويقية يعني عشان تكون مرتبطة بالشعار اللفظي أو السلوغن اللي حطينا. إلى كان تشوف بداية الحساب، أول ما تدخل الحساب تشوف guaranteed excitement او يعني الاثاره مضمونه. وعطى زوم، عطى زوم بنسالك عنه بعد. احنا اللي سوينا شنو، اخذنا اول حروف في بعض الكلمات من جمله تسويقيه، مو شرط احنا نظهرها الى الـ الى الـ الى المتابعين، بس انا بقولها اليك ما دام سالتني عنها. هي seize the excitement moment by sport، يعني اغتنم اللحظات المثيره عبر الرياضه. عبر الرياضه، واحنا اوريدي احنا نتكلم بلسان المتابعين الرياضيين، واحنا من اصلا من الجماهير نفسهم، فلازم تجيب شيء من داخل. نعم. من داخل الوسط اللعبه. علي سالفه العطزوم، الهاشتاج اللي دائما تستخدمونه في الوسط، يمكن يعني فكره من الشباب بعد مشاورات، انه شيء يجذب، يعني مثلا الهاشتاج شغلته انه يجذب المتابع. نعم. ويكون مختص فيكم. يعني يكون مختص. اي فهي احد الافكار يعني حوالي حل باقي الهاشتاجات. حلو. علي يمكن كم واحد يشتغل على الحساب كفريق العمل؟ حاليا احنا 13 شخص اعلامي، ونستقطب حاليا المزيد، يعني احنا مو موقفين، مو شرط العدد، يعني احنا ناخذ بالكم بالكيف، احنا دائما متجددين، يعني هالمره 13، ممكن بعد فتره تصير اكثر يقل شويه، بس النوعيه الجوده احنا يعني اللي قاعدين نرمو إليها أن يكون الجودة عملنا، الجودة والابتكار. فمن كده إحنا أخذنا 13 شخص، يمكن ما الـ الأشخاص مو ظاهرين قدام الشاشة، يمكن شخصين ثلاثة أربعة ظاهرين في الشاشة، البقايا خلف جنود، يكونون جنود خلف الكواليس، يعني خلف الشاشة، نفس ما قناة البحرين. نعم. حضرتك تكون في الشاشة، ما وراء العمل موجود جنود. أكيد. يعملون جد واجتهاد إلى حق يوصلون المعلومة، يوصلون المادة الإعلامية بهذه الصورة. لكن ما شاء الله عدد كبير، 13، شلون توزعون المهام والتغطيات بينكم؟ هو العدد هذا في بعضه درس إعلام أو درس أشياء متعلقة بالإعلام، فمتخصص في بعض الشغلات مثل التصوير مثلا أو إعداد البرامج أو التصميم. فإحنا نوزع كل المهمات على، يعني نخلي الشخص المناسب في المكان المناسب. خلينا نقول فضل وصل. يعني كل واحد وميوله. يمكن شفنا برامج عندكم متخصصة حتى على اللايف في الإنستغرام، شلون جت هذه الفكرة؟ طبعا مثل ما قال اخوي علي، اعقب عليه، احنا نحط اول شيء نسوي توليد للافكار. طبعا قبل ما نقول توليد افكار، اي عمل ايا كان اذا كان عشوائيه ما راح يوصل الى ما راح يطول، خلاص يوصل الى مرحله معينه ويوقف. احنا ارتئينا نكون العمل مالنا منظم، اول شيء موجود توليد افكار، عقب توليد الافكار في خطه زمنيه اللي هو التايم لاين، عقب التايم لاين بيكون موجود الاشخاص المناسبين. يعني انا ما صار اجيب واحد مثلا مو اختصاصه في هذا الشيء واخليه. نعم. يمكن يعطينا يبدع على قولتنا يسوي اكثر من قدرته، بس ما راح يعطيك نفس الواحد المختص. عقب ما نشوف هاي الشغله نحط الادوات المناسبه، يعني احنا مثلك عارف، يعني احنا ما عندنا الامكانيه ان نجيب الادوات الضخمه. نعم. لكن قمنا يعني نحاول نجيب الاداء المناسبه على قولتنا بشكل مناسب. طبعا ما شاء الله عليكم، شغلكم مميز جدا، اكيد في افكار اضافيه للمستقبل. طبعا يعني احنا شغلنا يعتمد على تجديد الافكار، يعني احنا لما نقتبس عملنا من عمل الاخرين ما راح نجذب المتابع الرياضي البحريني. فاحنا نقعد ونبتكر افكار
ونحط خطة زمنية أن الأفكار هاي نجدولها للمستقبل بحيث أنها تكون خطة جديدة وفي نفس الوقت تنزل بجودة ما نزلها الآخرين. يعني في الفترة الأخيرة طلعت بموضوع وايد مميز، التحدي اللي في كرة السلة على السكور، شلون جت هذه الفكرة؟ أخوي هاي معروف الشيء عالميا، موجود أكثر في الدول الغربية اللي هم يسمونه الفريستايل، أكثر شيء موجود في كرة القدم، إن هي شنو مهارة كروية يتدرب عليها اللاعب مدة طويلة لما يوصل إلى هذا الإتقان أو هذا الحركة. يعني شوفون لاعب يلعب بالكرة على إيده أو يلعب بالكرة على جسمه بطريقة معينة، إحنا وظفناها إلى كل الألعاب. يعني سويناها شلون تطلع من كرة الطائرة لأنها الأساس، شلون يطلع من كرة الطائرة خفيفة الكرة الطائرة توصل للسكور. نفس الشيء في السلة، جتنا في الخاص يعني رسائل كثيرة، يعني خلال الأيام راح نجدولها، إحنا خلال الأيام راح نطلعها بفكرة مطورة أكثر، لأن إحنا الحين حطيناها بفكرة معينة لازم نخليها بشكل مطور أكثر عشان تجذب المشاهد وتكون، يعني إحنا هاي بداية إلى التطوير إن شاء الله. إحنا بما أننا نتكلم عن هذا التحدي، نشاهد مشاهدينا في حساب سباي سبورت عندهم فقرة تحدي، خلونا نشاهد هذا الفيديو ونتعرف أكثر عليها. طبعا مثل ما كنا مشاهدين تحديات على مستوى عالمي، علي يعني شلون بدأت شرارة هذا التحدي؟ مثل ما قلت لك، يعني ان الانطلاقة تبدأ من الفكرة اللي ما استخدمها الغير. ممكن انت تقتبس فكرة موجودة خارجيا بطريقة اخرى، بس تجيبها وتجددها وتختبرها. يعني انت لما تسويها مرة ومرتين وتشوف التفاعل قاعد يزيد والجمهور قاعد يتفاعل اياك بدون ما انت تدعو انه يتفاعل، فهي دليل على نجاح الفكرة هذه. يعني يمكن هذه الفيديوهات احنا نشوفها عادة منتشرة مثل ما قلت في التويتر في الانستغرام على شكل كبير على المستوى العالمي، يمكن لو زادت هذه التحديات ممكن حساب سباي سبورت ينتشر الى مستوى عالمي حتى بسبب هذه التحديات. نطمح ان شاء الله، احنا اول شيء احنا طموحنا محلي ثم طموحنا يروح الى المحتوى العربي، لان احنا قاعدين اصلا نرى ان المحتوى العربي محتاج انه يكون فيه محتوى قوي إعلامي رياضي. يعني نشوف محتويات عربية ضخمة في الثقافات الثانية، ليش ما نخلي محتوى الإعلامي الرياضي المتخصص، يعني نخلي ما بين قوسين الإعلامي الرياضي يكون قوي في المحتوى العربي. ليش احنا طموحنا يكون هذا الشيء، مو طموحنا فقط ان نصور ونخلي، احنا طموحنا اكبر ان شاء الله، طموحنا يكون محتوى عربي على مستوى عالي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. طبعا الحين علي بعد ما بديتوا التحدي، الحين انتم تروحون للمدربين واللاعبين عشان ينفذون هذه الضربه او المشاركات هيك بدات تجيكم؟ في بدايه الامر انت محتاج تروح او تدعو يعني لاعب او مدرب انه يسوي هذا الشيء، بس اليوم احنا مو قاعدين نروح لاحد، يعني او ممكن احنا في خطتنا ان نروح لاشخاص معينين، بس قاعدين نشوف المشاركات قاعده تجينا من يعني اشخاص احنا يعني عبر الحساب، مثلا عبر رسائل خاصه في الحساب تجينا مشاركات. حلو. أي. طبعا لو نتكلم الان الى تغطيتكم للمسابقات المحليه لكره الطائره، شفنا قبل يبدا الموسم عملتوا تغطيه مميزه لكل الانديه من حيث الاستعدادات المباريات الوديه، شلون كانت خطه العمل قبل بدايه الموسم؟ بطبيعه الحال احنا اول ما بدينا كان التحدي الاكبر ان شلون انت من نادي دارتليب لكن تغطي لكل الانديه على حد سواء بنفس المستوى بنفس على الايكوال، تسوي تكون كل شيء عادل، وتجاوزنا هذا الشيء بفضل شنو؟ بفضل خطه زمنيه. نفس الشيء
اللي يعمل حاليا. وعندنا بعد احنا اجتماع مع السكرتير العام الى الاتحاد ان شاء الله بس يرجع من السفر الاخ فراس حلواتي الله نوجه له تحيه الله يجيبه بالسلامه ان شاء الله. راح يكون اجتماع معاه نفس ما صار عندنا اجتماع سابق بحضور السكرتير بحضور رئيس الاتحاد سمو معالي الشيخ علي بن محمد ال خليفه. كان عندنا كان هم احتضنوا الشغله بشكل يعني هم شافوا الفكره وجديه الفكره احتضنوها وبالعكس يعني اي شيء نحتاجه منهم او نحتاج يعني اجتماع ما يقولون لا. وان شاء الله راح يكون عندنا اجتماع ايام عشان نبحث سبل شلون نطور هذا التغطيات الى مو بس الدرجه الاولى حتى الدرجه الثانيه. احنا بدينا الدرجه الثانيه يعني الموسم الفائت ان شاء الله نكثفها السنه هاي بكبر حجم الفريق ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله. طبعا كنت غطيتوا بعض المباريات حتى بشكل حصري في حساب سباي سبورت خصوصا المباريات الوديه. عندكم تواصل مع الانديه وتعاون معهم؟ طبعا احنا اللي نبي نوصله ان احنا فريق مستقل. طبعا الفريق المستقل يمكن يواجه صعوبات اكيد في الدعم اللوجستي او الدعم المادي او غير انك تكون تحت مظله نادي مثلا او شيء. فاللي سهل المهمه ان احنا انطلقنا يمكن من نادي بس طلعنا بعدين كفريق مستقل وتواصلنا مع بقيه الانديه. فالانديه الباقيه قاعده تشوفنا ان احنا حاضرين في الصاله مثلا وننقل مباراه او ان احنا نروح للتمرين ونسوي مقابله او تغطيه. فبالتاكيد يعني لابد انه يكون في تواصل مع الانديه بعد هاي المجهود. يمكن قبل كحساب اعلامي الناس ما كانت تدري يمكن من ثمين لاني دار شليب. يمكن الحين عقب ما صرحتوا بهاي الشيء يمكن الناس تتحسس من تغطيه توقع. لا بالعكس والله انا احنا عموما انتم منصفين مع كل انديه بالفعل. لا احنا بعد اوريدي يعني موجودين احنا في الجماهير قبل ويعرفون الـ يعني جماهير الانديه الثانيه تعرفنا ان دار شليب. وهذا الشيء اقول لك لو يعني من قبل بدايه الشيء اللي سوينا بدايه هذا المشروع يعني بدايه الحساب لو ما كنا موصفين ما في اكوال يمكن تكون في يعني شك. الان بالعكس يعني انا بقول لك شغله عندنا معلق من المعلقين السنه الفايته مو من دار شليب من نادي الاهلي وفي مباراه الاهلي ودار شليب خلينا علق وعلق يعني نادينا انصاف. اقول تجاوزنا حدود القريه يعني فانضموا لنا ناس حتى من برا القريه يعني لهم شغف مثلا في التعليق او التحليل الرياضي او حتى التصوير. يعني في ناس من برا حدود القريه انضموا للفريق. حلو فالحساب صار مختص بمملكه البحرين بلعبه كره طبعا. واحنا ندعو من قناتكم اي شخص حاب ينضم الينا مفتوح الباب. احنا مثل ما قلت لك احنا نستقطب اي شخص وندرب حسب اللي نعرفه وبحسب امكانياتنا ندرب اي شخص حاب يكون في الاعلام الحديث اعلام التواصل الاجتماعي والباب مفتوح. حلو شيء جميل. طبعا سؤال اخير الحساب انطلق من وقت قصير نقدر نقول فبراير هذه السنه. وصلتوا الحمد لله الى شيء جميل جدا راضين على اللي وصلتوا له؟ ما اقول لك راضين لان عندنا على قولتنا الانسان بحكم يعني خلقته طماع واحنا مو طمعنا لشيء طمعنا انه يكون تطورنا اكثر واكثر. احنا نقول احنا فرحين بهالانجاز اللي وصلناه في خلال الفتره البسيطه ولكن طموحنا اعلى. طموحنا مثل ما طموح الانديه غير متوقف احنا ايضا طموحنا غير متوقف الى ننافس الانديه في الاعلام. انا باخذ الخطه من علي طموحكم للمستقبل. والله في افكار وايد يعني المهم ان احنا قاعدين نمشي على خطه معينه. الستيب اللي وصلنا له اليوم حسب الخطه الموضوعه والخطه المستمره ان شاء الله واذا وصلنا للنهايه راح يكون عملنا يعني راضين عنه احنا ان شاء الله. في النهايه احنا يعني اولا نشكر دعم الجمهور لنا ونعدهم ان في اشياء جديده بعد وايد راح تجيهم ان شاء الله. طبعا الجمهور ينتظر واحنا ننتظر منكم من كل جديد. علي ثامر وعلي الليث شكرا لكم على تواجدكم معنا من حساب سباي سبورت. يعطيك الصحة والعافية. شكرا. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة من برنامج الملعب، مع السلامة.